السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم، يا رب تكونوا بخير. مع أول نص من نصوص الترم الثاني بعنوان سفينة نوح، الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني، أول نص للترم الثاني. تعالوا مع بعض نبدأ بقراءة النص. النص من القرآن الكريم، نص قرآني من القرآن الكريم، والقرآن الكريم كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النص ده كلام ربنا نازل على سيدنا محمد بيحكي لنا قصة سيدنا نوح مع قومه. تعالوا مع بعض نبدأ بقراءة النص. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. صدق الله العظيم. تعالوا مع بعض نبدأ بشرح النص ونعرف المعاني المهمة ومواطن الجمال والأسئلة اللي ممكن تيجي على النص. أول آية في النص بتقول وأوحي إلى نوح. وأوحي معنى أوحي، أوحي يعني ألهم وأخبر عن طريق الوحي، عكس ألهم أخفي عنه. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك، يعني قوم، القوم جماعة من الناس، وجمع قوم أقوام، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ربنا بيخبر سيدنا نوح أنه لن يؤمن بالله إلا من قد آمن من قبل، مفيش حد هيؤمن تاني. فلا تحزن يا نوح، فلا تبتئس. يعني تبتئس؟ تبتئس يعني تحزن، وعكسها تفرح. ربنا بيخبره أن مفيش حد هيؤمن تاني غير اللي آمن قبل كده، وبيطلب منه أنه ما يحزنش، لا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن بما كانوا يفعلون من الشرك والمعاصي. وبوحي من ربنا جه الأمر لسيدنا نوح بأنه يصنع السفينة، واصنع الفلك. الفلك يعني السفينة، وكلمة الفلك بتطلق على المفرد والجمع، الفلك اللي هي السفينة. بأمر من ربنا أمر سيدنا نوح أنه هو يصنع السفينة بأعيننا. يعني أعيننا؟ يعني برعايتنا وحفظنا، وعكسها إهمالنا. ومفرد أعيننا عين، بأعيننا ووحينا. يعني وحينا؟ احنا قلنا أوحية يعني ألهمة. طب وحينا؟ إلهامنا. إلهامنا وجمع وحي وحي، خلي بالك لأنها جت في الامتحان قبل كده، جمع وحي وحي، هي نفس الكلمة بس التشكيل اللي بيختلف. ولا تخاطبني، يبقى ربنا أمره بأنه يصنع السفينة، وبرضه بيطلب منه لا تخاطبني، يعني لا تخاطبني، لا تحدثني، ولا تشفع يا نوح في الذين ظلموا، في الكافرين إنهم مغرقون. ما تشفع لهمش حتى لو كانوا أهلك، حتى لو زوجتك، حتى لو ابنك. لا تخاطبني، لا تحدثني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني مغرقون؟ هالكون. مغرقون يعني هالكون غرقا، وعكس مغرقون ناجون، ومفرد مغرقون مغرق، وقلنا الذين ظلموا اللي هم الكافرين. طب ايه يا مستر مواطن الجمال اللي موجودة في الايتين اللي قدامنا لما نيجي نقول وأوحي إلى نوح؟ ايه الجمال في التعبير ده؟ وأوحي ده فعل مبني للمجهول. ليه مبني للمجهول؟ للعلم بالفاعل. هنا أوحي زي ما قولك كتب الطالب الدرس، لما جبناها للمجهول بقولك كتب الدرس. هنا مين اللي أوحى لنوح؟ الله. أوحي ده فعل مبني للمجهول. ليه مبني للمجهول؟ لأن أنا عارف مين الفاعل، مين اللي بيوحي؟ ربنا طبعا. وأوحي يبقى الفعل مبني للمجهول لأن أنا عارف الفاعل اللي هو الله. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك. أنه ده أسلوب مؤكد بإيه؟ بأن. وبإيه تاني؟ وبقد. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يبقى ده أسلوب مؤكد بأن وبقد، وبرضو أسلوب مؤكد بالنفي والاستثناء، وبنسميه أسلوب قصر. أسلوب مؤكد بالنفي اللي هو لن يؤمن، لن يؤمن دي نفي،
إلا من قد آمن، ده استثناء، لن يؤمن إلا من قد آمن، مش هيؤمن غير اللي آمن قبل كده. يبقى ده أسلوب برضو توكيد، أداته النفي والاستثناء اللي هو برضو اسمه أسلوب قصر. فلا تبتئس، لا تبتئس ده أسلوب إيه؟ إحنا قلنا لن يؤمن ده أسلوب نفي، لن يؤمن لأنها ما فيهاش طلب، إنما لا تبتئس دي لا وطلب، يبقى ده اسمه أسلوب نهي. يبقى لا تبتئس بما كانوا يفعلون دي أسلوب نهي، غرض النصح والإرشاد، بينصح وبيرشد سيدنا نوح بأنه لا يحزن بما يفعل الظالمون. واصنع الفلك بأعيننا ده أسلوب إيه؟ أسلوب أمر، غرضه النصح والإرشاد، وبرضه واصنع الفلك ده بيدل على ضرورة الأخذ بالأسباب. طب ما ربنا قادر يهلكهم مرة واحدة من غير سفينة ومن غير طوفان ومن غير كل ده، بس ده بيدل على ضرورة الأخذ بالأسباب. بأعيننا ووحينا، برضه التعبير ده تعبير جميل بيدل على رعاية الله وحفظه لسيدنا نوح. ولا تخاطبني اسلوب لا وفيها طلب، يبقى ده اسلوب نهي. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ده اسلوب نهي وغرض النصح والارشاد وتحريم التعقيب على حكم الله، لان ربنا سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. حكم ربنا هينفذ على الكافرين بالغرق حتى لو كانوا من اهل سيدنا نوح، انهم مغرقون، انهم مغرقون يعني هالكون، ودي برضو اسلوب مؤكد بان، انهم مغرقون. طب لما يجي يقولك إنهم مغرقون، إيه علاقتها بما قبلها؟ لا تخاطبني ليه؟ لأنهم بينة السبب، لأنهم مغرقون، يبقى علاقتها باللي قبلها تعليل لما قبله. طب إيه الأسئلة اللي ممكن تيجي على الآيات اللي قدامنا؟ لما يجي سؤال ويقولك بما أخبر الله نوح وبما أمره، أخبره بإيه؟ أخبر الله نوح بأنه لن يؤمن بالله إلا من قد آمن من قبل، وأمر سيدنا نوح بأن يصنع سفينة ضخمة لكي تكون سبيل النجاة له ولمن معه من المؤمنين. تعالوا مع بعض ناخد الآية اللي بعد كده. يقول الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ويصنع الفلك، الفلك عرفنا اللي هي السفينة، وكلما مر عليه ملأ، يعني ملأ الملأ اللي هم جماعة من الناس، وجمع ملأ أملأ، ملأ من قومه ساخروا منه، وعرفنا برضو يعني قوم، قوم برضو جماعة من الناس، ساخروا منه، يعني ساخروا؟ يعني استهزأوا به. طب وعكسها احترموه ووقروه، قال نوح إن تسخروا منا، إن تهزأوا منا، فإنا نسخر، فإنا نهزأ منكم كما تسخرون. هنا بدأ نوح بصنع السفينة، وكل ما بيمر عليه جماعة من قومه من اللي هم المشركين اللي هم الكفار، ضحكوا وسخروا منه ويقولون له ليست هناك أنهار أو بحار قريبة، كيف ستجد السفينة وأنت يا نوح تصنع سفينة في الصحراء؟ فكان يرد عليهم نوح ويقول إن تسخروا منا اليوم لجهلكم بصدق الله ووعد الله، فإنا نسخر منكم غدا عندما تغرقون ويأذن الله بأمره. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، وبيقول لهم سوف تعلمون، ده بيدل على صدق سيدنا نوح في أمر ربنا، بيقول لهم قريبا إن شاء الله هتعلموا، هتعرفوا، عكس تعلمون تجهلون، تعلمون يعني تعرفون وعكسها تجهلون. فسوف تعلمون من يأتيه، انتوا هتشوفوا وهتعرفوا مين اللي هيجيله يأتيه عذاب يخزيه، مين اللي هيتعذب عذاب، ده مش بس عذاب عادي، ده عذاب يخزيه. يعني يخزيه؟ يخزيه يعني يذله ويهينه، وعكسها يعزه ويكرمه. ده مش بس عذاب يخزيه اللي هو الغرق، ده كمان هيحل عليه عذاب مقيم اللي هو النار. يعني يحل عليه؟ يحل عليه يعني ينزل به، وعكسها يزول عنه. عذاب مقيم يعني عذاب، عذاب يعني عقاب، وعكسها نعيم، وجمع عذاب عذابات وأعذبة. عذاب مقيم اللي هو النار، يعني مقيم، مقيم يعني دائم ومتصل، وعكسها منقطع. ده هنا سيدنا نوح بيكمل حديثه للكفار وبيقول لهم ان هو هينزل عليهم عذاب مخزي ومذل في الدنيا، وكمان في عذاب اللي هو النار الدائم في الآخرة. تعالوا مع بعض بقى نتعرف على مواطن الجمال اللي موجودة في الأبيات اللي قدامنا. ويصنع الفلك، هنا الجمال في التعبير ده، ويصنع الفلك أي فعل مضارع في مواطن الجمال يدل على التجدد والاستمرار. يبقى نقول له يصنع الفلك، ده تعبير جميل بيدل على التجدد والاستمرار. وكلما، كلما دي إيه؟ كلما دي أداة شرط، ده أسلوب شرط.
كلما دي أداة شرط بتفيد الاستمرار، يعني كل ما يمر عليه ملأ، كل ما يمر عليه جماعة من الناس بيسخروا منه، بيدل على الاستمرار. يبقى نقول له ده أسلوب شرط، وكلما دي أداة شرط. أسلوب شرط يفيد الاستمرار والتكرار، كلما مر عليه ملأ، ملأ يعني جماعة من الناس، وملأ دي نكرة، نكرة للتحقير، لتحقير هذه الجماعة من الكفار، ويوحي برضو بكثرة المستهزئين من سيدنا نوح. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ايه علاقتها باللي قبلها؟ كلما بيمر عليه جماعة من الناس ايه النتيجة؟ بيسخروا منه. يبقى سخروا ايه علاقتها باللي قبلها؟ برافو، نتيجة لما قبل. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فإنا نسخر ده أسلوب مؤكد بإيه؟ برافو، بإن، أسلوب مؤكد بإن، وبرضو تعبير جميل بيدل على يقين سيدنا نوح وإيمانه ويقينه بنصر ربنا القريب. كما تسخرون برضو علاقتها إيه باللي قبلها؟ إن تسخروا منا إيه النتيجة؟ إحنا برضو هنسخر منكم كما تسخرون، علاقتها باللي قبلها نتيجة لما قبل. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ده تعبير جميل بيدل على شدة العذاب الذي سينزل عليهم، وهنا برضو العطف بيفيد الإيه؟ عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هنا في عطف، العطف بيفيد تنوع العذاب والجمع ما بين عذاب الدنيا اللي هو الغرق وعذاب الآخرة اللي هو العذاب المقيم اللي هو النار. عذاب يخزي، ليه وصف العذاب بانه يخزي؟ وكلمه عذاب هنا نكره، ليه نكره؟ دي نكره للتهويل. حد بيقول لي يعني ايه تهويل يا مستر؟ التهويل يعني بيخوفه من العذاب ده. يبقى عرفنا ان كلمه عذاب دي نكره للتهويل، ووصف العذاب بانه بيخزيه ده تعبير برضو بيدل على الذل والاهانه. العذاب اللي بيخزيه ده هو ده عذاب الدنيا اللي هو الغرق. ويحل عليها عذاب مقيم، وصف العذاب بانه مقيم ده برضو بيدل على الخلود والاستمرار في العذاب اللي هو عذاب الاخره اللي هو النار. طب ايه الاسئله اللي ممكن تيجي برضو على الايات اللي موجوده قدامنا؟ لما يجي يسالك سؤال لماذا سخر قوم نوح منه وبما رد على سخريتهم، الاجابه هنقول له لان سيدنا نوح كان بيصنع السفينه في مكان ليست فيه انهار قريبه او بحار، وبما رد نوح على سخريتهم قال لهم فإنا نسخر منكم كما تسخرون. طب ايه سؤال تاني ممكن يجي لنا على الايات دي لما يجي يقول لك ما المقصود بعذاب يخزيه؟ عذاب يخزيه ده عذاب الدنيا، ده الغرق في الدنيا، وعذاب مقيم هنقول له ده عذاب الاخره اللي هو النار. طب يلا تعالوا مع بعض ناخد الايه اللي بعد كده ونكمل شرح النص. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور، عندما جاء امر الله باهلاك الكافرين نبع الماء بقوه من التنور. يعني ايه التنور؟ حتى اذا جاء امرنا يعني نزل عذابنا، لو جه خلاص امر ربنا بهلاك الكافرين وفار التنور. التنور اللي هو الفرن، يعني فار، فر يعني نبع منه الماء، نبع من الفرن، قلنا التنور يعني الفرن، وجمع التنور التنانير. أول ما جه أمر ربنا بإهلاك الكافرين نبع الماء من التنور، والتنور ده الفرن اللي بيخبز فيه، ودي كانت علامة لسيدنا نوح ببدء الطوفان. أمر ربنا بقى سيدنا نوح إنه يحمل في السفينة إيه؟ قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني هيحمل في السفينة من كل أنواع الحيوانات ذكر وأنثى، زوجين يعني ذكر وأنثى. طب وإيه تاني في السفينة؟ وأهلك، بيقول له أهل سيدنا نوح إلا من سبق عليه القول. أهلك يعني أهل بيتك، وجمع أهل أهالي. إلا من سبق عليه القول، يعني سبق عليه القول يعني حكم عليه بالهلاك، اللي هم زوجته وابنه كانوا مع الكافرين. يبقى هيحمل معاه في السفينة إيه؟ من كل أنواع الحيوانات ذكر وأنثى، اتنين أهل بيته، إلا من حكم عليه بالهلاك زي ابنه وامرأته، إلا من سبق عليه القول. ومين تاني؟ والمؤمنين اللي معاه، ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقليل عكسها كثير، وجمع قليل أقلاء. يبقى احنا عرفنا ان سيدنا نوح هيحمل معاه في السفينة ذكر وأنثى من كل أنواع الحيوانات، أهل بيته ما عدا ابنه ومراته، رقم ثلاثة من آمن معه من المؤمنين، ودول كان عددهم قليل. يلا نتعرف على مواطن الجمال اللي موجودة في الآية اللي قدامنا. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، ده تعبير جميل بيدل على اندفاع الماء بقوة، ودي كانت علامة ببداية الطوفان. حتى إذا جاء، إذا هنا دي ظرفية شرطية، ده أسلوب شرط. حتى إذا جاء، إذا جاء ده فعل الشرط، إيه اللي هيترتب عليه؟ إذا جاء أمرنا وفار التنور إيه اللي هيحصل؟ قلنا، يبقى قلنا دي جواب الشرط، يبقى قلنا دي جواب الشرط، ودي نتيجة للي قبلها. إذا جاء أمرنا النتيجة
قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. وإيه الجمال في التعبير ده؟ احمل فيها من كل زوجين اثنين، ده أسلوب أمر، يبقى على طول نقول أسلوب أمر. أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد، إلا من سبق عليه القول، ده أسلوب إيه؟ أسلوب استثناء، بيستثني مين؟ بيستثني اللي حكم عليه بالهلاك، إلا من سبق عليه القول، وده برضو أسلوب استثناء بيدل على عدل ربنا، بيدل على عدل الله، وأنه لا يستثني مذنبا أو كافرا حتى لو كان من أهل نوح. يبقى بيقول له أنت هتحمل في السفينة أهلك ما عدا مين؟ ابنك ومراتك، لأن اتحكم عليهم بالهلاك لأنهم كانوا من الكافرين. ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، ده أسلوب برضو قصر. إيه أداته؟ النفي والاستثناء، دي بنقولها برضو أسلوب توكيد. أسلوب توكيد إيه أداته؟ النفي والاستثناء. فين النفي؟ ما آمن. وفين الاستثناء؟ إلا قليل. يبقى ده أسلوب نفي أداته النفي والاستثناء، وبرضو بنسميه أسلوب قصر بيفيد التوكيد والتخصيص. إيه الأسئلة برضو اللي ممكن تيجي على الآية اللي قدامنا؟ لما يجي لك سؤال ويقولك ما علامة بدء الطوفان، هنقول له العلامة أنه نبع الماء بقوة من التنور. سؤال تاني لما يجي يقولك من ركب في السفينة مع نوح، احنا قلناهم اكتر من مرة، من كل انواع الحيوانات ذكر وانثى، 2 اهل بيته ما عدا ابنه وامرأته، رقم 3 من امن معه من قومه. يلا الاية اللي بعد كده بتقول، قال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا، مين اللي قال؟ نوح بقى بيقول لمين؟ لقومه، بيقول لهم ايه؟ اركبوا فيها. اركبوا في ايه؟ في السفينة. يبقى اركبوا فيها دي بتعود على السفينة، وأول حاجة بيعلمها لهم أول ما بيركبوا السفينة، السفينة دي بتمشي بإذن مين؟ بإذن ربنا وبإرادة ربنا. يبقى بيعلمنا أول حاجة لما نيجي نبدأ أعمالنا، بنبدأ أعمالنا بسم الله. بسم الله مجراها، يعني مجراها سيرها وإبحارها. يبقى مجراها معناها إبحارها وسيرها، وجمع مجراها مجاريها. مجراها ومرساها، يعني مرساها وعكسها عكس المجرى المرسى، ومرساها يعني وقوفها، وجمع مرساها مراسيها، ومجراها ومرساها الاثنين عكس بعض، يبقى بينهما تضاد. إن ربي لغفور رحيم، جمع ربي أرباب. حد كان معلق قبل كده بيقول لي كلمة رب ملهاش جمع، كلمة رب مش معناها الله، الله طبعا ما فيش غير الله واحد لا إله إلا هو. كلمة رب بمعنى صاحب، زي رب البيت. لما بسألك على جمع رب مش معناها أن أنا بكفرك، لا، أنا بسألك جمع رب في اللغة، رب هنا جمعها أرباب. إن ربي لغفور رحيم، رحيم عكسها قاس، وجمع رحيم رحماء. طب يلا إيه مواطن الجمال بقى اللي موجودة في الآية اللي قدامنا؟ وقال اركبوا فيها. اركبوا ده أسلوب أمر، اركبوا دي فعل أمر، يبقى اركبوا هنا أسلوب أمر غرض الحث والنصح والإرشاد. وقال اركبوا فيها بسم الله، هنا بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا الاستعانة بالله في كل شؤوننا. يبقى ده تعبير جميل بيدل على ضرورة الاستعانة بالله في كل شؤوننا وأمورنا. مجراها ومرساها قلنا بينهما الاثنين عكس بعض، يبقى نقول له بينهما تضاد، يؤكد المعنى ويوضحه. إن ربي لغفور رحيم، ده أسلوب مؤكد. إيه أداته؟ برافو، إن ده أسلوب مؤكد بإن وإيه واللام. إن ربي لغفور، يبقى ده أسلوب مؤكد بإن واللام، وبرضو تعبير جميل بيؤكد مغفرة ربنا ورحمته بعباده. هنا برضو في التعبير ده كلمة غفور وكلمة رحيم صيغة مبالغة بتدل على كثرة المغفرة وكثرة الرحمة. السؤال اللي ممكن يجي على الآية اللي قدامنا لما يجي يقولك لماذا أمر الله نوحا بصنع السفينة؟ الإجابة احنا قلناها قبل كده، لكي تكون سبيل النجاة أو وسيلة لنجاته هو ومن معه من المؤمنين. سؤال تاني لما يجي يقولك بما أمر نوح المؤمنين؟ أمرهم بأن يركبوا السفينة وأن يذكروا اسم الله، بسم الله مجراها ومرساها. السؤال اللي بعد كده لما يجي يقولك بإرادة من تسير السفينة؟ بإرادة الله. السؤال اللي بعد كده لما يجي يقولك بما وصف نوح ربه؟ وصف نوح ربه بأنه غفور رحيم. الآية اللي بعد كده وآخر آية موجودة في النص، يقول الله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. مين اللي بتجري؟ السفينة. وهي تجري، يعني تجري تسير أو تمشي أو تبحر، وعكسها تتوقف. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ده بيشبه الموج كأنه جبل. في موج كالجبال، جمع موج أمواج، موج كالجبال. ونوح بينادي لمين؟ لابنه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يعني ايه معزل؟ معزل يعني في مكان معزول بعيدا، وجمع معزل معازل، وعكس معزل في مجتمع من الناس.
وكان في معزل: يا بني اركب معنا. نوح كان بينادي على مين؟ بينادي على ابنه، وابنه كان في مكان معزول بعيدا ورفض يركب السفينة ورفض يؤمن بالله، واحنا عرفنا ان ده ممن سبق عليهم القول وكان من الكافرين. بيقول له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بني يعني ولدي، وهنا فيها اظهار للخوف والمحبة والشفقة على ابنه. جمع بني ابناء. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الكافرين عكسها المؤمنين، ومفرد الكافرين الكافر. كان سيدنا نوح بيطلب من ابنه ان هو يؤمن بالله ويركب السفينة، ولكن ابن سيدنا نوح لم يؤمن بالله ولم يركب السفينة، وكانت نهاية ابن نوح الغرق مع الكافرين. ايه مواطن الجمال اللي موجودة في الآية اللي قدامنا؟ وهي تجري بهم في موج كالجبال. موج كالجبال هنا بيشبه الموج بالايه؟ بالجبل. يبقى نقول له تعبير جميل بيشبه الموج بالجبل، وده بيدل على قوة الأمواج وعلوها. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني. يا بني ايه الجمال اللي فيها؟ اسلوب ايه؟ برافو، اسلوب نداء، وهنا غرض التنبيه والاشفاق واظهار المحبة والحرص على منفعة ايه؟ ولدي. يا بني اركب معنا، اسلوب ايه؟ اركب معنا اسلوب امر. اركب معنا اسلوب امر، غرض النصح والارشاد. ولا تكن مع الكافرين اسلوب لا تكن، لا وطلب، يبقى ده اسلوب نهي. ولا تكن مع الكافرين اسلوب نهي، غرض النصح والارشاد وغرض التحذير من الكفر وسوء عاقبته. يبقى في اخر آية عندنا ثلاث اساليب مختلفة: يا بني اسلوب نداء، اركب معنا اسلوب امر، لا تكن ده اسلوب نهي. السؤال اللي ممكن يجي على الآية اللي قدامنا لما يجي يقول لك: ماذا طلب نوح من ابنه؟ طلب منه ان يركب السفينة وان يؤمن بالله. سؤال تاني لما يجي يقول لك: اين كان ابن نوح عندما نادى عليه؟ كان في معزل. وبكده يبقى احنا شرحنا النص وعرفنا المعاني المهمة ومواطن الجمال والاسئلة اللي ممكن تيجي على النص. بتمنى اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط. لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو وشير الفيديو لكل اصحابك عشان يستفادوا. اشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.